الشام عبوس جيش الجنيرو دوم الإرهاب يا ليش نيرو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزفلون مرحبا بكم في لقاء اليوم بعد غياب يعني بأربعة أيام نظن. وشكرا لكل الأخوات والإخوان اللي سألوا علي اللي راسلوني، وأتأسف لعدم قدرة الرد على كل الرسائل اللي جاتني ويسألوا عليها. طبعا الغيبة كانت عندي يعني التزامات مش ممكن انها تتأجل. انا عندي موعد يزم لي نكون فيه، وهو تسليم كتاب اللي راني تقريبا كملته مسليه زيد 11 ايام 15 يوم باش نسلمه، لكن لازم نسلمه قبل 30 اكتوبر الى الناشر. الكتاب كنت اعلنت عليه من قبل سيبقى للتاريخ وسيسجل للتاريخ كل الجرائم اللي ترتكب فيها عصابة ولاد الحرام ضد الشعب الجزائري، كل الجرائم باش تبقى كيما كتاب لا مافيا دي جينيرو، مافيا الجنرالات بقاو في التاريخ، في مزبلة التاريخ. طبعا بقى في مزبلة التاريخ الجنرالات العشرية الحمراء ماشي السوداء. العشرية السوداء راهي تاع شادلي، العشرية الحمراء سال فيها الدم. واش تقول لي سوداء سال فيها الدم؟ قاد دونك اسمائهم في مزبل التاريخ اللي فتحتها لهم تحت عنوان مافيا الجنرالات. هاد الحرام اللي راهم يحكموا اليوم لابد انهم يتسجلوا في مزبلة التاريخ للجرائم اللي راهم يقترفوا فيها. في الوقت اللي انا نحضر يعني في اسمها واحد غادي قنبله، وصح قنبله ضد العصابه، يعني نذكر اسمهم نذكر الشيء اللي داروا باش يبقى للتاريخ، سينو ما يبقى والو غدوه، ما يبقى والو. لابد من كما نقولوا جرد يا فاطمه جردي، هكذاك حنا قال نجردوا التاريخ باش يبقى اولادهم يحشموا بهم. ما يقدرش يقول بابا كان جنرال، بابا كان فلان، بابا فلتان، ما يقدرش. ويتفضحوا امام العالم باسره كيما تفضحوا جنرالات العشريه الحمراء. في الوقت اللي انا قاعد يعني نحضر فيه هذا اخر رتوشات يعني في الكتاب، الناس اللي خذوا من عرج الخيانة واللي نبينوها يعني بكل القرائن والدلائل، الناس هادو بعد صمت طويل اتحركوا. شكون هذا؟ العربي زيتوت. أيوة هذا صار الفرصة بدا السيد يفتري ويكذب ومبين له. أنا مش أقول مبين له بالباء والتاء لأنه هو غبي، غبي تاع الصح. صح نظام العصابة الحاكمة غبية، يعني شفتوا تبوا في المستوى عنده، وشنقريحة واش من مستوى، وناصر الجن قتال واش من مستوى عنده، ولكن العربي زيتوت مستواه أقل من مستواهم بكثير. ما نقولهاش يعني تعقل باش نتشمت فيه ولا نرد عليه، لا، بالدليل، بالدليل تشوفوا مستواه وين راه. زيد انا راح ندير هذا الفيديو نتكلم عليه، نفضحوا نكشفوا على مضض، مانيش حابها.
كاين الناس يقول لك راهم يتقاتلوا في بعضهم المعارضه، لا هذا الانسان ماهوش معارض، ونبين لكم بالدليل عمره ما كان معارض، نبين لكم بالدليل اني ما يتكلم هكذا كما هو يجي يقول لك هكذا، لا ودوك نجي للدبير تاعو دوك نجي بالدليل، ما كاش تمسخير، عمره ما كان معارض، هذا كان مندس واليوم تفضح، وهذا جاء المعارضة لأن ما حبوش يزولوا عام في ليبيا، كنت تكلمت عليها وما عرضتش وعمره ما عرض، ممكن نجولها. المهم الموضوع هذا راح نتكلم فيه بالتفصيل اليوم، ونعطيو شوية جرد لندن، نخبروا لنا المحاكمة تاعو في الأيام القادمة، راه يعيش في يعني أيام عسيرة وأتعس أيام في انتظار اللي راه يستنى فيه في الجزائر، وهذا الجرد هذا حب يعطي للروح دور البطولي عقالي باش كي يدخل الجزائر ما يضربوهاش ما يديرولوش باش نعرف، هاو يلعب في دور يحب يخيط لروحه كوستيم تاع بطل، بصح نسى باللي بذلة البطولة ما تجيش على جرد، جرد فار طوبة واش تجي عليه تلبسوا كوستيم شنو نتوما جرد لبس كوستيم جامي هكاك، دابا باش نعطولو شي حبيب معلومات اللي محتاج الاخر ونصحو الكذب اللي قاعد يكذب فيه وكذا ومن هذا، وطبعا احنا ماناش هنا باش نبقاو غير نردو على هاد التافهين، راح نتكلمو على مواضيع اخرى مهمة، راح نتكلموا على الكاف الكونفدرالية الجزائرية لكرة القدم، لأنه صحافة البطولة ما تمدش الخبر، احنا نمدوه عاقب اتحاد العاصمة بسبب القمصان تاع نهضة بركان، نتكلموا كذلك على الهلال الأحمر الجزائري اللي طرد إنسا شريفات عندهم عقود عمل طردوهم، ويعينوا سفيرة الهلال الأحمر وحدة انفلونسوز يعني ما كان لا مستوى لا والو، نتكلموا عليها بالتفصيل، نتكلموا كذلك ونبينوا نروح أخ شاب شجاع في بشار يفضح في العصابة، قالوا واش درتو واش درتو، احنا رانا في حالة وين راك يا تبون، وراح نتكلموا كذلك على تعيين عقيدين على واحد على رأس بريد الجزائر وواحد على رأس الديوان الوطني لزيرف يونيفرسيتير الجامعات تاع اللي يستكفوا بالمطاعم والسكن تاع الطلبة، الخدمات الجامعية ما يسمى بالخدمات الجامعية، هذو لازم نتكلم عليهم لأنه الصحافة بدور ما تكلمش، والمعارض بين اللي خدم روحو زعيم المعارضة عمره ما يتكلم على هذه المواضيع، ما يهموهش هذو، ما يهموهش لأنه ماهوش صحافي، يقول عليه شان عبود نانش علاقة بالصحافة، نبين له كل شيء كذب تاعه والافتراء تاعه واللا تاعه بينهم بالله، أنا مانيش تاع جاي باش نرد عليه، ولكن باش نوضح للرأي العام باش يعرفوا حقيقة هذا الإنسان. قبل ما ندخلوا طبعا في هذه التفاصيل، تحية لكل الإخوان اللي راهم يتابعوا فينا باستمرار وبكل وفاء، وأشكرهم جميعا على الوفاء، أذكر منهم يعني العدد والله يبارك لنا في 4245 في 10 دقائق اللي وين بدينا، طبعا هذه راح تقلق العصابة، يقلقوا العصابة، وطبعا أزلام العصابة والخونة اللي خذوا منعرج الخيانة اللي كانوا ينتظروا في المنعرج منذ سنوات، واللي خذوه سينزعجون لأنه راح يكتشفوا
الوغ تحيه عند مصطفى الحماني. خويا مصطفى شفت الرساله تاعك على المايل وقريتها ما قدرتش نرد لانه بزاف رسائل، وشكرا على رسالتك خويا مصطفى. اخونا فون دخله تحيه لك، تحيه كذلك الكريم رشدي، رضا بن المدينه، اولا توفيق من حسين داي، عبد العزيز فوزاين، حسين بوحبير، فينس نوتشيس، حسين هنا مرحبا بك جديد في ليكيب، لعبي مرزاق مرحبا بك، جمال رقم ازول من بجايه وازول لبجايه، يوسف 88، محمد دمران حمدان، ازول فلاك، محمد حمدان يقول لي اكسكلوزيف يا بوكو دغا دون لي كاف دي بولانجري دو لوندر 3 ان 1 سي فري سي فري. سمير حمزي، محمد بومدين، حسن بوعنان، نور الدين نجاز، اهلي علي حبيد، خويا معلوم عبدل، عزل فلاك خوي، ان بي ديكسكوز بور ابسونس est obligatoire. Bon retour, merci. Eh bien, toutes mes excuses. Voilà, Khoya Maloum. Yazid Ben Abidlaï, Hamdouk Zada, Saïd Ben Achar, Nour Maroc, oui, Umers Nifak Siyasi, ou donc, tu fous Nifak, n'a-t-il que le début de la fin, yani. Tahia Al-Khouna, موحي اسمع، نعم هاك تشوف ضربكم بروسي يا اسمع، هاك تشوف زا اوروزمون خلاوكم بارتيسيبي لانه فاتوا داروا تيراج وصوروا كامل. سليمان شاوش تحيه لك وعليل وكل الاخوان، سمعوا العدد كبير 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 كبير، كبير. وانا يعني مسرور بتواجدكم معي وساكون دائما وفي، لانه ما انا ما بديتش من اليوم، انا ماشي كنت اون بوست على ترونجي وكي حبوا شي يزيدوني رحت حليت بولونجري كوميرس وشريت دار وغنا وقلت راني ما وديت ناسيوناليتي بريتانيك ولا فرونسيز وقلت راني معرض، لا انا ماشي على هذه اللي منحول منصور، يعني نبقى دائما كما راني ودرك نتكلموا على هذه المواضيع بكل تفاصيل. نحطوا العنوان تاع البريد اللي يحب يراسل وندخلوا في تفاصيل مواضيعنا بعد الجنجل.